يوم ما تكون مباراة حارقة مع هذا الجمهور هذا وخاش بالك الدنيا بحالك تبارك الله. وانا نشجع صراحة نشجع ريال مدريد واخا زعما الهلال كذا واخا زعما الهلال السعودية كذا وكل الهلال الجمهور الهلال في تويتر تيحتقروا التنظيم. هي مباراة ان شاء الله حماسية ومباراة مميزة في هذه الأرجاء في المغرب العربي. ان شاء الله المباراة بين هي الريال والهلال من الفايز ان شاء الله يكون الفوز لصالح الهلال ب 4-0 ان شاء الله. توقعات ديالي وخري الفريق قوي ان شاء الله الهلال غادي تربح ونحن عرب ان شاء الله مربوحه ان شاء الله الا بغى الله وديما جيش الملكي الحمد لله اللهم يسر. خويا السلام عليكم. توقعات ديالي ديال اليوم باش تربح الهلال 3-1 وديما جيش الملكي. التنظيم هذا كان مزيان الحمد لله شي شويه اخويا ولكن تسناو اخو من الناس يصابوا لنا اخويا شي دوبل تريبيل اخويا ان شاء الله فهمتي. اشتاك الجمهور بزاف مع بعض الله بقينا شي تمشاو على برا اخو ونتمنوا اخو يديرنا شي شيرين الزوال اخو راه كنحبوا لا بال اخو في بلاد الكره وبلاد العز ان شاء الله. هذا الماتش هذا اخو ان شاء الله الريال اخو ان شاء الله غتفريهم في ميطا ودوزا ميطا غتقصر عليهم لا بال باش تمشي اسبانيا ان شاء الله تلعب شامبيونز ليغ مرتاح.